أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، يا مرحبا بالجميع. هذا الخبر العاجل ورد قبل قليل. المجلس الانتقالي يعلن حربه ضد المجلس الرئاسي، ويدعو كافة محافظات الجنوب إلى وقف إيداع الإيرادات في البنك المركزي، ويهدد بالعودة إلى الإدارة الذاتية. قال لكم السبب إنه ليش الحكومة ما تقدم خدمات وما لصوش الكهرباء بعدن؟ طيب يا مجلس الإمارات والسعودية، طالما أنكم هكذا يعني عندكم حس وطني حسب ما تزعم، هو أنكم حانقين على ما يتعرض للمواطن الجنوبي من سوء الخدمات، إذن كان بإمكانكم أن تقدموا استقالاتكم من المجلس الرئاسي. معكم ثلاثة البحسني وأبو زرع المحرمي وعيدروس الزبيدي، ثلاثة أنتم قادرين تعطلوا الحكومة بلمح البصر. والمجلس الرئاسي ثلاثة أعضاء نواب للعلمي يستقيلوا فقط أو يجمدوا أعمالهم، مع أنه ما لكم أعمال أصلا، كل يعني خنبقة وخدمة للأجندة السعودية الإماراتية لصالح الحوثيين، لكن استقيلوا. هناك طرق يعني أفضل من هذا الذي تعملوه، لإني أنا بوضح ما هي أهداف هذه الأخبار الجديدة والقرارات الجديدة الذي جاء بها المجلس الانتقالي. كان بمقدوره يسحب وزراءه من الحكومة، عنده وزراء يسحب أعضاءه من المجلس الرئاسي بمن فيهم عيدروس، يجمدوا أعمالهم خلاص. أما أشتي لحمي من كبشي وأشتي كبشي يمشي، هذه ما تزبط ولا تركب عقل. أنا أوضح وأحلل حسب قدراتي المحدودة هذه الحركات بدفع سعودي إماراتي. أنا أخبرتكم من قبل إن الجماعة قدم سد مع الحوثي التحالف السعودي الإماراتي، وأمورهم على العال ما عدا الحرب إلا داخل اليمن، مناوشات بين أرب وتعز وقتلها بالمئات يعني في كل شهر من يوم بدأ الهدنة. الجماعة سدوا وعندهم تنازلات يريدوا يقدموها للحوثيين، وهذا الموضوع ما يستطيعوا يحققوها السعوديين إلا بجعل الشرعية أو الحكومة مشلولين شلل تام. كيف يكون هذا الشلل؟ أنت يا الحوثي ضرب يعني موانئ تصدير النفط، ممنوع تصدير النفط خلاص، وهنا يتسبب الأمر هذا بشلل للحكومة. ثم يا مجلس انتقالي اجلس راقب لك العليمي، إذا تكلم على الوحدة ولا قال نأجل موضوع الانفصال إلى بعد تحرير صنعاء، انترها وعمل مشاكل وهدد العليمي واجعل شرعيته ولا لها قيمة، اجعله مهدد إنه ما يقدر يعود إلى قصر معاشه، تذكروا أبو همام والحركة حقه. وأيضا الوديعة الذي قالوا أنهم بيسلموها للحكومة أو للبنك المركزي، أول ما طلع العليمي بدل عبد الرب منصور هادي ما عاد جابوها أصلا، ما جابوها مع أنه في أموال تبع الدولة اليمنية تبع الحكومة من إيرادة النفط موجودة بالبنك الأهلي السعودي، ما رضوا يجيبوها، يريدوا بس يتكرموا بها علينا كأنها شحتة وعادهم، ما رضوا يجيبوها، يا ريت ورضوا يجيبوها. هذه مسألة أخرى تجعل المجلس الرئاسي والحكومة في شلل تام. هناك خطوة أخرى أقدموا عليها أيضا جعلت الحكومة في حالة شلل تام، حالة شلل تام. سهلوا للحوثي وتنازلوا له حتى دون مقابل إنه يفتح على الأقل حصار تعز ويمتنع عن ضرب موانئ تصدير النفط، لأن هذا ما تريده السعودية أصلا، هم منسقين متخادمين يعني متفقين إنه يجعلوا الشرعية مشلولة، والحوثي مش معترف بها أصلا، معترف بالسعودية والإمارات بالعطوان. أوكي، كيف شلوا الحكومة؟ راحوا سهلوا للحوثي إنه يتحرك بميناء عدن على مزاجه، وأصبح الآن الميناء شغال طوال الأسبوع يعني 24 ساعة، بواخر وبضائع وكل شيء، حتى امتنع عن استيراد الغاز حق مأرب، بطل ما عاد يجيب إلا من برا من خارج اليمن. شوفوا كيف؟ بالمقابل ميناء عدن صفر على الشمال، هذه إجراءات كلها سعودية إماراتية باتفاق مع الحوثي. أيضا مطار صنعاء أصبح مفتوح رحلات متعددة، والحوثي يجني مليارات من ظهر المطار هذا، من ظهره، وجوازات أصبح تمشي اللي يقطعها عنده وتقبل بالدول الأخرى، كله بتنازلات سعودية إماراتية جرت بتفاهمات في يعني عبر سلطنة عمان. والراكب الواحد يقبض منه 3000 سعودي علشان السفرة إلى السعودية فقط، تخيلوا كم يدخله بالأسبوع يعني ملايين الدولارات. هذه أيضا خطوة أدت إلى جعل المجلس الرئاسي والحكومة مشلولين تماما، مع إنها حكومة أصلا دمية بيد التحالف، وكذلك يعني المجلس الرئاسي دمية بيد التحالف، أسسوا داخل الرياض يعني داخل الفندق بعشية وضحاها وأزاحوا الرئيس هادي،
فوضى 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 عارمة. واليوم الانتقالي يجي يغلق ما نقص، يقول لن نورد الإيرادات إلى البنك المركزي. أوكي أنا أؤيد هذه الخطوة، أؤيدها، فلتشل الحكومة والشرعية حتى يصبح اللعب على المكشوف، مشي نعرف إيش تاليها. فتشوفوا قادم الأيام مزيد من التنازلات للحوثي، على طول يا حوثي بنعطيك إيرادات من إيرادات النفط كم مليار، أمورك طيبة والرواتب عندك تصرف، حتى لمقاتليك الذي بيقاتلوا الجيش الوطني، شوفوا هما مضرر للجيش الوطني وحزب الإصلاح، وما هذولك المرتزقة تبع السعودية والإمارات من جعاربة على عمالقة على نخب شبوانية على أحزمة أمنية على تارق التوارق، هذولا كلهم والله الحوثي ما يمسهم بسوء، كلها جماعته على مأرب وتعز. ولكن بإذن الله تعز ومأرب هذولا هما محور الارتكاز للجمهورية اليمنية، وهم من سيتصدوا لكل هذه المؤامرات. تبقى مأرب على حالها وتعز على حالها، لن يتغير شيء، إنما مزيد من التنازلات السعودية الإماراتية للحوثيين. وبتشوفوا قادم الأيام في تخادم واضح بين السعودية والإمارات والحوثيين، هذا هو التحالف، ما يريد أي منطقة تستقر بمناطق نفوذه. الجماعة يريدوا يعترفوا بالحوثيين بالمفتوح، هذه السعودية.